أخبار المهرية باختصار: إصابة شخص بهجوم عناصر تابعة للانتقالي استهدف عمال حملة إزالة للعشوائيات شرقي عدن. المسلحون أطلقوا النار على الحملة في مديرية خرمكسر، فيما نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. منظمة هيومان رايتس واتش تطالب السعودية بإنهاء أحكامها الصادرة بحق الصحفي علي أبو لحوم. وقضت محكمة سعودية في أكتوبر الماضي بسجن أبو لحوم 15 عاماً بتهمة الردة. الريال اليمني يسجل تحصنا كبيرا في قيمته أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، وبلغ سعر صرف الدولار نحو 950 ريالا للشراء بعد أن تجاوز عتبة 1600 ريال الأسبوع الماضي. الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعى لإيقاف الشكل الجديد من بطولة دوري الأمم، وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إطلاق البطولة عام 2024 بالاتفاق مع اتحاد أمريكا الجنوبية. فيلم سبايدر مان الجديد يحقق ثالث أعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود. إيرادات الفيلم بلغت 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلى اللقاء باختصار آخر.